مساكم الله بالخير وبركة والسعادة، يا أهلا وسهلا فيكم متابعين قناة السعودية وبرنامج ديرتنا في مساء جديد نتجول فيه بكل حب في تفاصيل ديرتنا. حياكم الله. معكم فقراتنا وجولاتنا وكالعادة أول فقراتنا فقرة الأخبار. افتتح معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل اليوم أعمال الدورة 12 لمؤتمر العمل البلدي الخليجي التي تستضيفها المملكة وتنظمها وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر بحضور العدد من المسؤولين الحكوميين والمختصين المعنيين بشؤون العمل البلدي في دول مجلس التعاون الخليجي. وألقى معالي الحقيل كلمة خلال افتتاح المؤتمر أكد خلالها أن انعقاد مؤتمر العمل البلدي الخليجي يجسد الاهتمام المشترك لدول المجلس بالعمل البلدي وقطاعاته المختلفة. أطلقت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير مؤخرا مبادرة منشآتنا الخضراء التي تأتي ضمن مبادرة السعودية الخضراء من خلال التعاون مع الجهات الحكومية المعنية في محافظات خميس مشيط وبلقرن والنماص وبمشاركة عديد من القيادات التدريبية المدربين والمدربات والمتدربين والمتدربات. وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور أحمد بن عايض المريع أنه تم غرس أكثر من 400 شتلة. متابعين، اختتم المنتدى الدولي للأمن السبراني أعماله في 3 أكتوبر من هذا العام وسط مبادرتين عالميتين أطلقهما سمو ولي العهد. أكيد تشكلت في هذه المبادرات عمل كبير وجبار، نتابعها أكيد ونتابع تفاصيل أكثر عن هذه المبادرات في هذا التقرير. مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السبراني تختم فصلها في عام 2024 بعد أن كشفت عن المستهدفات الاستراتيجية للمبادرتين العالميتين لسمو ولي العهد، حماية الطفل في الفضاء السبراني وتمكين المرأة في مجال الأمن السبراني، وذلك خلال القمة العالمية لحماية الطفل في الفضاء السبراني التي تستضيفها المملكة ضمن جدول أعمال المنتدى الدولي للأمن السبراني المنعقد في العاصمة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين
أيده الله. For UNICEF, this is a very important conference. هذه المشاركة مهمة بالنسبة لنا في اليونيسف، خاصة أنها في هذه السنة من هذا المؤتمر هناك حديث عن حماية الطفل، والتي تعد من ضمن أصبحت من ضمن الأمن السبراني ومن ضروري بالنسبة لنا كمنظمة للانخراط مع الحكومات والمشاركة مع الحكومات في مجال حماية الأطفال. تأتي المبادرتان العالميتان لتعظيم العمل الجماعي وتوحيد الجهود الدولية وزيادة الوعي العالمي لدى صناع القرار بشأن التهديدات المتزايدة في الفضاء السبراني، وتعزيز الاستجابة العالمية عبر التعاون الدولي كأحد الأدوات الاستراتيجية لمعالجة الموضوعات الحيوية. يهمنا جدا نمو قطاع الأمن السبراني، سواء كان النمو من ناحية تمكين الكوادر أو من ناحية الشركات والحضانة اللي احنا بنسويها للشركات الصغيرة لإطلاقها في السوق، من ناحية الريسيرش اند ديفلوبمنت اللي هو البحوث اللي بتصير. وبرضه الآن احنا متجهين في اتجاه جديد، وإن شاء الله على مدى 3 سنوات القادمة هنستثمر ما يفوق عن 3 مليار ريال في توطين المنتجات الأمن السبراني. وتتولى مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني التي تم إنشاؤها بأمر ملكي كريم في العام 2023 كمؤسسة مستقلة وذات بعد دولي، الإشراف على تنفيذ مشروعات مبادرتي سمو ولي العهد العالميتين كأحد مهماتها، وتوحيد جهود أصحاب المصلحة عالميا عبر فتح آفاق الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات إقليميا وعالميا. لبرنامج ديرتنا، عبد الإله الدليم، الرياض. يعني هذا إنجاز جديد ومبادرة مهمة جدا عالمية، أكيد نفتخر بهذه الإنجازات أكيد اللي عرابها الرؤية الأمير محمد بن سلمان. كملين معكم برحلاتنا وجولاتنا في ديرتنا، ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله من جديد، ونكمل معاكم حلقتنا وجولاتنا اللي أول رحلاتها في هذا الجزء من البرنامج، ونروح إلى المدينة المنورة حيث يستمر موسم تمور المدينة المنورة 2024 في تقديم العديد من الفعاليات والمبادرات المتنوعة. زميلنا سعد السناني متواجد الآن مباشرة من معرض تمور المدينة بجدة قبة حتى يعطينا تفاصيل أكثر عن المعرض في هذه النسخة بالتحديد. مساء الخير عليك سعد. مساء النور مجاهد وكافة مشاهدي القناة السعودية. طبعا ما زال موسم تمور المدينة المنورة مستمر حقيقة، 2024 مستمر بهذه الفعاليات وهذه البرامج التي تقام خلال الأيام الماضية وأيضا خلال الأيام القادمة. شاهدنا خلال الأيام الماضية معسكر ورث، وأيضا شاهدنا هكاثون الذكاء الاصطناعي، وأيضا شاهدنا الحراج المقام بمناسبة موسم التمور. اليوم نشاهد معرض تمور المدينة المنورة يقام هنا في جادة قبة بجوار مسجد قبة. هذا المعرض يقدم حقيقة العديد من البرامج والعديد من الحلول الابتكارية الجميلة، وأيضا العديد من أنواع التمور المعروضة هنا في هذا المعرض. نبغى نتحدث عن هذا المعرض أكثر، ونتحدث أيضا عن المهتمين في التمور. يسعدنا أن ينضم معنا علي البدراني وهو مسوق ومهتم في التمور. أستاذ علي، في البداية لو تحدثنا كيف مشاركتكم، وأنتم ما شاء الله تبارك الله اليوم نشاهدكم في هذا المعرض.
المهرجان وأيضا نشاهدكم مشاركين دائما في مهرجانات التمور، حدثنا عن نوعية مشاركتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر المركز الوطني للتمور فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، نشكر الغرفة التجارية على تنظيمهم الرائع. نوع المشاركة طال عمرك عرض منتجات تمور منطقة المدينة المنورة بجميع أنواعها، والمختص والتمور الخاصة بمنطقة المدينة المنورة اللي هي العجوة والعنبرة والصفاوي والمجدول وكثير من الأنواع، منها على مستوى مناطق محافظات منطقة المدينة، البرني، المبروم، نعرضها جميعا ولله الحمد، ولقت استحسان وقبول من الزائر والمعتمر وضيف المدينة وسكان منطقة المدينة المنورة. اليوم أنت مهتم حقيقة في سوق التمور، كيف تشوف مردود هذا المهرجان أو هذا الموسم الذي حقيقة السنة هذه يعني مختلف تماما ببرامجها المتنوعة والنوعية؟ للأمانة ما شاء الله تبارك الله، الموسم المهرجان العام اللي هو 24 مختلف كثيرا من ناحية تصميم الموقع، من ناحية عدد الزوار، من ناحية نوع المعروض، نوع المشاركين. مردودة طال عمرك ازدياد باطلاع المواطن على نوعية التمور، على المنتجات التحويلية، على المنتجات اللي تطلع من النخيل، المنتجات اللي حتى فيه كذا منتج آخرها مبتكر الآن شفته اليوم في السوق وأول مرة أدري عنه، أن فيه نواة التمر، كمادات من نواة التمر، إن شاء الله أنه الأخوان المختصين في ذلك يطلعونكم عليه، ومنتجات كثيرة ما شاء الله تبارك الله من منتجات التمر، ومنها تحويلية ومنها صناعية. أستاذ علي البدراني وأنت المهتم والمسوق في مجال التمور، شكرا لكم. الله يوفقك وشاكر ومقدر عزيزي. المجاهد ينضم معنا يعني أحد برضو الأستاذ أحمد البحري وهو أيضا مهتم في مجال التمور. أستاذ أحمد، لو تحدثنا عن نوعية مشاركتكم في هذا المهرجان. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاركة يعني بنعرض منتجاتنا احنا هنا في هذا المعرض، يعني بأمانة المعرض ما شاء الله تنسيقه مرة ممتاز طيب من قبل الزراعة وأيضا الغرفة التجارية. بنعرض تمورنا في موقع ممتاز بحكم أنه بقرب مسجد قباء، فيتم التعرف على جميع أنواع تمور المدينة من قبل الزوار وأهل البلد. يعني تمور المدينة المعروفة الآن أو الأكثرها أكثر من 80 نوع، فلما يطلعوا عليها ويعرفوا قدر يعني قوة الإنتاج والتصنيف وعدده في المدينة المنورة. أستاذ أحمد، أنا أشاهد حقيقة لو تشوف هذا مع المشاركة، لو تشوف معك مشاركة حقيقة جميلة تقدمها للزوار وتقدمها لكل من يزور هذا المعرض بشكل جميل وبشكل احترافي، لو تقرب معنا شوية حدثنا عن هذه المشاركة. هذه عجوة المدينة من مزارع عجوة المنورة، عبارة عن عجوة المدينة حجم فاخر، مجموعة منها مطلية أو عفوا مرشوشة ببودرة الذهب وفيها ذهب حقيقي، لأنه العجوة إحنا المفروض أنها تتباع بالجرام أو زي ما قال أستاذ عبد الغني أنها تباع في الصيدلية، لأنه فعلا الآن 5 دول بتستخدمه في مستشفى السرطان يعني كوجبة تقدم لهم. وهذا المنتج زي ما أنت شايف الآن هنا العجوة ما شاء الله حجم فاخر مطلية أو مرشوشة ببودرة الذهب، وهنا مصحف بسم الله كهدية تقدم، هذه كهدية، وهنا سبحة من نواة التمر. من نواة التمر السبحة، هذه مفصلة شغل يدوي من نواة التمر. نعم، ومطلية بالذهب بالفضة خالصة عيار 925، صنعناها في أفغانستان. هذا الباكج، هذا الكهدية. أحمد البحري، حقيقة أود أن نستمر معك أكثر لكن ضيق الوقت، شكرا لك. الله يوفقكم وشكرا لكم، جزاك الله خير. إذا حقيقة المجاهد الجميل حقيقة في مهرجان تمور المدينة المنورة، نشاهد الأعمال التحويلية للتمور، نشاهد حقيقة منتجات عديدة من التمور ومن النخيل، اليوم نشاهد ابتكار، نشاهد حقيقة أيضا الذكاء الاصطناعي مشارك في هذا المهرجان أو في موسم تمور المدينة المنورة. حقيقة نشارك أو نلاحظ العديد من المبادرات النوعية التي يعتبر استثنائية لهذا العام. هذا كل ما لدي مجاهد، أعود إليك. شكرا لك سعد وشكرا لضيوفك، أكيد يعني بنكون متابعين معك لفعاليات هذا المهرجان وهذا المعرض الضخم اللي أكيد متواجد في المدينة المنورة. بناخذكم الآن متابعينا إلى معرض الصقور والصيد السعودي في تغطية لواحد من أكبر 5 معارض في المملكة. تغطيتنا اليوم راح تكون من جناح السيارات المعدلة، تفاصيل أكثر ناخذها مباشرة مع الزميل عبد الرحمن العابسي حتى يعطي تفاصيل أكثر عن فعاليات هذا المعرض والتفاصيل الموجودة أكيد في هذا المعرض خاصة من هذا الركن بالتحديد. مساء الخير عبد الرحمن.
سنورة زميلي مجاهد، أمسي عليك وعلى كافة مشاهدي القنوات السعودية. اليوم نتحدث كما ذكرت عن أحد أكبر خمس معارض المملكة العربية السعودية من خلال الإعلان الذي تم من خلال هيئة المعارض التي قدمتها عبر حسابها منصات السوشيال ميديا. نتحدث عن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، ليس معني فقط بالصقور وإنما لكل الصيد ومستلزماته وما يندرج تحتها من الكشتات والرحلات ولوازم البراري. معي الآن الأستاذ المهندس عصام عاصم السيف، نحييك عبر قناة السعودية ونقول لك اليوم نتحدث عن السيارات المعدلة، أحد اهتمامات الكبيرة في لوازم الصيد. صحيح، وهذا أهم شيء عشان أنت تقدر تستخدم سيارتك خارج الطريق كأنك على الطريق. لابد في تجهيزات معينة مهمة قبل عشان الاستمتاع وتقدر تسوق فيها أمان بعد الله، بحيث أنها في الثبات وفي الرساوة وفي التحمل، وأيضا تجهيزات اللازمة بحيث أنك تقدر تعيش في المناطق النائية وانت معك سيارتك ومرتاح وكأنك في بيتك. انا ابغى اعيش على قدك ما شاء الله تبارك الله. الله يجزاك خير يا ابرد. مهندس، لما نتكلم عن التجهيزات، ايش اكثر الطلب يكون عليه في تجهيز السيارات ال 4x4؟ يعني ابسط الاشياء، وهي تعتبر اشياء اساسيه في التعليق، اللي هو يتكون من المساعدات واليايات. في هذا التجهيز هو البيسك في انك تقدر تستخدم سيارتك خارج الطريق وتحافظ عليها، والاهم منها ايضا اللي هي الاطارات، بحيث انها تقدر تتحمل منطقه غير معبده بالحجر او بالرمل، وتقدر تستخدمها في الاماكن هذه بالتجهيزات هذه وتطمئن وتحافظ على سيارتك. مهندس، لما تتكلم عن وجودكم، وجود شركات سعوديه كثيره، هذا الشيء احنا نفخر فيه، لكن التاكيد يكون التنافس بينكم. المستفيد الاول اللي هو يعني اللي يبغى يروح الكشتات البر والطلعات، هو المستفيد في النهايه من تنافسكم انتم. اكيد اكيد، العميل هو الاول، وفي النهايه التنافس هذا هو اللي يظهر الابداع بين المتنافسين. اللهم لك الحمد، السنة هذه أيضا وصلنا لمستويات عالية، يا ربي لك الحمد، ولولا وجود التنافس الشريف وكلنا في هواية واحدة كان ما وصلنا لهذا المستوى. جميل. مهندس عاصم، أنا بطلب بس من مصورنا إذا بتقدر تعطينا اللقطة على هذه السيارة هنا بس تحديدا، وبنخلي المهندس عاصم يشرح إيش المغزى من هذه اللقطة، وإيش المغزى من هذه اللقطة وإيش الفكرة فيها. اللقطة هذه توريك مدى مرونة السيارة، ولما تروح أنت في أماكن غير معبدة، بحيث أنك تضطر أنك تمشي في غير الطريق، بحيث أنك ترتفع السيارة مع زاوية وتنزل مع زاوية، أنت تضطر وتحتاج أن السيارة تكون فيها المرونة اللازمة، بحيث أن تكون الأربع الإطارات كلها على الأرض. فبنفس الوقت أيضا تعطيك، لو أنت اضطريت تسرع في المنطقة خارج الطريق غير معبدة، صخرية جبال وعور، فتحتاج أن السيارة تكون مجهزة بالمساعدات اللازمة عشان أنت ترتاح وتستخدم السيارة زين. كيف الإقبال عندكم في المعرض؟ اللهم لك الحمد، الإقبال جميل جدا جدا جدا، وأبشرك السنة هذه جو ممثلين من المصانع من برا، يبغون من بهرين من التصوير اللي صورنا في السنوات الماضية، يبغون يشوفون المشاركة. حتى أضفنا السنة هذه الحلبة، ما شاء الله النادي ما قصر معنا، الحلبة الخارجية تجربة سيارة، بحيث أنها تكون. شكرا لك مهندس عاصم، ما عندنا وقت، يعطيك العافية. الله يعافيك ويحييكم، يا هلا وسهلا. ذكر حديث مهندس عاصم السيف، أحد المشاركين من خلال جناح السيارات المعدلة في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي. نعود لك مجاهد مرة أخرى. شكرا لك أكيد، شكرا لضيفك. وأكيد المعرض في تميز كبير، سنة عن سنة يتطور بشكل أكبر، فعاليات الموجودة فيه أكيد نجاحها واضح للزوار، واضح أكيد للمتابعين. كملي معكم رحلاتنا وجولاتنا وفقراتنا، لكن بعد هذا الفاصل.
اهلا فيكم من جديد، نرحب فيكم ونرحب في اللي انضموا معنا في الجزء الاخير من برنامج ديرتنا حتى اكيد نتابع جمال ديرتنا. واحنا دائما نشوف توافد عدد كبير من سياح المملكه، وشفنا اكيد لكل سائح قصه مختلفه، لكن في هذا التقرير قصه ماثيوس وهو رحاله فرنسي وصل الى المملكه العربيه السعوديه بعد ما مر بعده دول وبرفقه عائلته على سيارته الخاصه، حتى اكيد نعرف تفاصيل هذه القصة وقصة هذا السائح مع أسرته نتابعها في هذا التقرير. وصل الرحالة الفرنسي الشاب ماثيوس برفقته عائلته إلى المملكة العربية السعودية وتحديدا محافظة حفر الباطن بعد أن قام برحلة برية بسيارته المجهزة منطلقا من فرنسا قبل عدة أشهر ومرورا بالعديد من الدول حتى وصل إلى السعودية. So I would like to ask you, what did you think of Saudi Arabia? Like, I know your journey started from France, and I would like for you to tell me, where did you start your journey, how, and how did you get here to Saudi Arabia, and what did you think of it? Yeah, thank you for this question. So we started our journey in France, and we crossed France, Italy, Greece, Turkey, Iran, Iraq, Kuwait, and now we're in Saudi. And first of all, our first impression of Saudi is that we are very happy to be here, and we are here because some people did YouTube videos about it and they show us it's safe country, it's country we want to visit, and that's why we came with our camera. Also we have YouTube channel and we want to show other people, to change other people's mind, to say like, okay, Saudi is a safe country, you must visit Saudi. And it's only 2 days we are here and we are just impressed. Like, we are welcome everywhere, people invite us, we are here in this table, and so we can't wait to continue our journey in Saudi and then keep discovering this beautiful country. طبعا بدت رحلتهم من فرنسا الى ايطاليا، راحوا لايران، العراق، الكويت، وهذا ثاني يوم لهم هنا في المملكه العربيه السعوديه في حفر الباطن. قالوا ان حسوا من اول يوم دخلوا في السعوديه بامان بشكل مو طبيعي، كانوا حيل خايفين انهم يجون السعوديه، ولكن لما شافوا مقاطع باليوتيوب عن اكثر من رحالين راحوا جولوا السعوديه وشافوا كيف ان فيها امان، حبوا انه يستكشفون هذا الجانب بانفسهم. وقالوا انه بالفعل يوم جو السعوديه من اول يوم حسوا بامان حيل كبير، حسوا بروح الضيافه للشعب السعودي، حسوا انه كان جدا شيء ممتع كيف ان استقبلوهم السعوديين، جابوهم هنا للاسطبل، جربوا الفروسيه، جربوا ركوب الخيل، جربوا الاكل السعودي التراث اللي عندنا، والان يجربون القهوه السعوديه. طيب انا قاعد الاحظ انك تقهون القهوه العربيه، اول مره يتقهونها؟ خلينا نسلم هذا السؤال. So I see that you're drinking Arabic coffee. Is it your first time drinking Arabic coffee here? So yes, for the coffee, it's the first time and it's very good. It's very tasty. So I hear that you're a horse rider yourself and you used to do jumping. Could you tell me a bit about that? Yes, I do ride horses in France, and this is an amazing opportunity for me to come here because your horses are beautiful. This is the first time for me that I saw Arabian horses, and they allowed me to ride the horses yesterday, so I didn't ride since a long time, so I was so happy, and thank you so much for that. That's amazing. طبعاً هي مش لا كانت خيالة في فرنسا وركبت أكثر من خيل وهمين كانت تسوي عرض حق القفز في الخيول، فتقول إن جدا استانست يوم جت هنا وشافت الخيل العربية الأصيلة، إن كانت أول مرة لها تشوف الخيول العربية، خاصة إن إنها أمس قدرت تركب الخيل العربي، وكان يعني تجربة جدا جميلة إنها من زمان ما ركبت الخيل. لقناة السعودية خالد الحميداني، حفر الباطن. أكيد السعودية وأرضها أكيد وشعبها يرحبون بالجميع من كافة أنحاء العالم. هذا اللي أكيد معنا اليوم في هذه الحلقة، نشكر متابعتكم ومعاكم دائما في كل وقت نتجول في ديرتنا بكل حب. في أمان الله.